إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديثي إليكم اليوم طلب العلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردت أن تصل إلى الله فعليك بالعلم واعلم أن أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت اقرأ أي اطلب العلم والإنسان ما لم يطلب العلم الغاو إنساني يدور حينما تنطلق من بيتك إلى طلب العلم فهذا الطريق يؤدي بك إلى الجنة آمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقى طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الله الله mga kapatid, gusto niyo bang magkapasok sa paraiso? Mag-aral tayo ng Islam. Lalo na ang pagbabasa ng Quran. Dahil kailangan sa isang Muslim ay marunong bumasa ng Quran. Ang kaalaman ay mas mainam pa sa pera. Dahil kahit gaano kadami ang pera mo, ay hindi mo rin ito madadala sa kabilang buhay. Samantala, ang kaalaman ay magkakatulong sa iyo hanggang sa kabilang buhay. Ako na ko lihada, wastaghfirullah liwalikam. Wastaghfiruhu inna uhulang. Masalah. 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 Mas